وتم تيسير عملية الاستفتاء بشكل منتظم في جميع أنحاء المحافظة. ويذكر أن أيضا يعني كما شاهدنا منذ خلال تجولنا في محافظة أسوان على اللجان أن التوافر يعني توفير الأمن بشكل مكثف من قبل قوات الشرطة وقوات الجيش يعني أعطى للمواطن الأسواني حرية الوصول إلى مقر اللجان الانتخابية في سهولة ويسر. وتم يعني كما شاهدنا أيضا زيادة عدد السيدات التي خرجنا من بيوتهن هذا اليوم وأمس أيضا للمشاركة في الاستفتاء على الدستور بشكل يعني كبير جدا. يذكر أيضا أن يوم 15 هذا اليوم هو العيد القومي لمحافظة أسوان، وأهالي أسوان يعتبرون هذا اليوم هو عرس لعيد أسوان القومي، وهو عرس لإتمام انتهاء الاستفتاء على الدستور. وفي المصادفة يتوافق هذا اليوم هو يوم 15 من يناير مع يوم 15 يناير عام 1971، وهذا اليوم الذي تم فيه الانتهاء من بناء السد العالي في أسوان. أشكرك جدا الزميل أحمد أبو الحسن، كنت معنا عبر الهاتف من أسوان، شكرا جزيلا. كما يتواصل معنا مشاهدينا الكرام ولكن من محافظة المنوفية الزميل عبد الله بركات. عبد الله تحياتي، اولا ابرز النقاط التي يمكن ان ترصدها انت من ناحية الجوانب التأمينية، من ناحية الاجراءات الشكلية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات داخل مقر ولجان الاستفتاء على الدستور. تحياتي لك. يمكن منذ الصباح الباكر وتحديدا في الساعة 9 باستثناء 4 لجان فقط في أشمون وفي مدينة السادات التي تأخرت بسبب الشبورة المائية وتأخر القدوم من الوصول للجان، معظم اللجان بالفعل انتظمت هنا في محافظة المنوفية والإقبال ما زال في مرحلة المتوسط انتظار لخروج الموظفين من المصالح الحكومية المختلفة. من المنتظر أن يكون هناك كثافة في الإقبال على عملية الاستفتاء. المعدل وصل هنا في تحديدا في هذه المدرسة إلى أكثر من 35%، 12,000 صوت في 6 لجان فرعية موجودة هنا، من حضر أكثر من 4,000 صوت، وبالتالي المعدل وصل إلى 35%، 35% هذا المعدل يمكن أقل في مراكز أخرى وأكثر في مراكز معينة. يمكن محافظ المنوفية الدكتور يعني أحمد شيرين فؤاد يقوم بجولة هنا في المراكز المختلفة وخارج مدينة شيرين يقوم للإطمئنان على سير عملية الاستفتاء، سنتعرف منه على المزيد. دكتور يعني أهم ملاحظات خلال جولة سيادتك خارج مدينة شبين. هذا كان بالنسبة للناس طبعا في قبال شديد خصوصا السيدات، ده غير متوقعها. الحمد لله الأمن مستتب، فيش أي مشاكل بالنسبة للأمن. احنا موفرين سيارات للأهالي، الناس اللي هي بعيدة عن القرى أثناء من القرى لمراكز الاقتراع بنسألهم خصوصا كبار السن، في سرادق للناس، كل وسائل الراحة مصنعة للأهالي عشان ينزلوا الاستفتاء. والحمد لله ان انا شايف المؤشرات امبارح كانت من حوالي 45 ل 55، وانا اتمنى يعني النهارده نعدي 90%. يمكن عملية الاستفتاء هناك يعني إذا تحدثنا عن عملية إحصاءات بنجد أن تنظيم الجماعة الإرهابية بيتركز في بركة السبع يليها الشهداء، أقل المراكز يعني كثافة فيها هذه العناصر هي مركز منوف البابور. هل هناك أي أعمال شغب في هذه المراكز تحديدا؟ والله يعني أنا بيقولوا لي على طول أول بأول الأخبار، أنا ما شفتش أي حاجة صريخة، في بعض الحاجات كانت تعاطف ولا الكلام ده اللي بيحرضوا الناس اللي بيقولوا لا، لكن دي مش مؤثره. انما انت شايف شايف الاعداد قد ايه، يعني لما يكون عندك 2,298,000 ناخب هنا على مستوى محافظه المنوفيه، اما تلاقي مثلا في التجاوزات 10 15 واحد ما مش هتفرق معاهم خالص، ما اعرفش يعني كل محلات يائسه ملهاش اي لازمه يعملوها هنا في المنوفيه بالذات. يعني تحديدا في خلال الجوله خارج مدينه شبين، وبالنسبه للوافدين هناك اقبال كبير على لجنه الوافدين في الوعي القومي، ماذا تم من اجراءات للتيسير على المواطنين في هذا السبب؟ تم زياده عدد اللجان من 4 ل 8، وجبنا لهم اللابتوبس وبتاع ده. هي كانت مشكله حكايه التغيير اللي هو التصويت البريدي للتصويت بتاع العادي،
فده عمل البلبله. لكن الحمد لله يمكن الافات سواء انا مثلا كوافد في لجنه الوافدين هنا في اللجنه بتاعتي كان يمكن كنت شايف فوق 1000 واحد واقفين بس خلصوا على قبل الساعه 9 كان خلصوا الحمد لله. شكرا سياده المحافظ. يعني هكذا هي عمليات الاستفتاء بتسير في محافظه المنوفيه بشكل طبيعي وبوتيره طبيعيه، اقبال يتراوح ما بين المتوسط وفوق المتوسط، من المتوقع ان يصل معدل الاقبال هنا اجمالا في محافظه المنوفيه الى اكثر من 55% نتيجه الحرص من قبل المواطنين على النزول الى صناديق الاقتراع. نظرا لمحافظه المنوفيه كما نعرف هي من اكثر المحافظات التي اكتوت بنيران الارهاب، خصوصا نحن نعرف ان اكثر من يعني كان هناك 22 مجند استشهدوا في رفح، منهم اكثر من 18 او 20 مجند من مراكز محافظه المنوفيه، وبالتالي هناك يعني اصرار وهناك يعني اقبال من جانب المواطنين للتعبير عن رايهم في هذا الصدد. اشكرك جدا الزميل عبد الله بركات، كنت معنا على الهواء مباشره من محافظه المنوفيه، شكرا جزيلا. الى القليوبيه ودمياط محمود الصياد وشيرين شوقي، بدايتي معك محمود، ماذا رصدت داخل اللجان حتى هذه الساعه من ظهر اليوم؟ انتصف اليوم تقريبا وهو اليوم الثاني لعملية التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد، وما زالت الأجواء الانتخابية هنا في محافظة القليوبية وبالتحديد في مدينة شبرا الخيمة التي ننقل منها البث الآن تسير بصورة طبيعية للغاية. لم نرصد أي أعمال عنف داخل اللجان أو حتى في محيط أي من اللجان هنا في شبرا الخيمة أو في أي من مراكز محافظة القليوبية. ظاهرة الطوابير التي شهد بالامس وكانت سائده بشكل كبير طوال يوم امس وان غابت اليوم بشكل ملحوظ، الا ان التوافد على اللجان الانتخابيه في جميع انحاء المحافظه رصدناه بشكل مستمر. هناك على مدار الساعه عدد من الناخبين ياتي ويصوت بشكل سريع ويمضي الى بيته. من المنتظر في خلال الساعات القادمه بعد ان يخرج الموظفون من اعمالهم ان تتزايد أعداد الناخبين بصورة أكبر هنا في محافظة القليوبية وفي جميع مراكزها ولجانها الانتخابية البالغة 1550 لجنة انتخابية موزعة على 15 لجنة عامة في جميع أنحاء محافظة القليوبية. نستطلع معكم آراء عدد من المشاركين اليوم في عملية الاستفتاء على الدستور. نبدأ معك. تفضل معي. نبدأ معك، ما هي أسباب مشاركتك اليوم وحرصك على المشاركة بالإدلاء بصوتك؟ إن شاء الله أنا عايز البلد تستقر وعايز كل واحد مننا يروح شغله وما يبقاش فيه أي فتن ولا فيه أي بغيضة لأي حد، لأن هو ده اللي عشناه فترة السنة بحالها. السؤال نفسه أوجهه لك، ما هو سبب حرصك على المشاركة في استفتاء على الدستور؟ والله إحنا جينا طوارئ للكهرباء وقاعدين سامعين يعني شغلنا وجينا قعدنا للكهرباء هنا وكده وبتاع، عايز البلد تستقر إن شاء الله. هل قرأت الدستور؟ لا لسه ما نعم. تفضل معنا. ما سبب حرصك على المشاركة؟ خوفنا على البلد. احنا بنشارك خوفنا على البلد وشفنا في الدستور اللي فيه حق الفلاح وحق المرأة، حقوق لجميع الاتجاهات. مثل زميلك، هل في من مواد معينة تحب أن تعرضها في الدستور؟ بالنسبة لحقوق المرأة، إدى المساواة للمرأة زي الراجل بالظبط، حقوق المعاقين اللي كانت ضايعة بقالها سنين، الفلاحين والاراضي الزراعيه اللي كانت بتتبور دلوقتي بقى فيهم حقوق دلوقتي اللي احنا نبني البلد ديت بالناس اللي واقفه ديت كلها. تمام، نشكركم جزيلا. شكرا. في النهايه اود ان اؤكد مجددا ان عدد المصوتين هنا في محافظه القليوبيه يبلغ 2,700,000 ناخب بزياده قدرها 190,000 ناخب عن اخر عمليه استفتاء تمت في 2012. نعم، سمعنا شيرين شوقي في دمياط او داخل احدى اللجان دمياط، لاني اتحول الان الى احدى اللجان في حي شبرا، معي من هناك رمضان المطعاني. تفضل رمضان. بحالة شبه مستقرة إلى الآن من الناخبين والإقبال متوسط حتى الآن، لكن معنا عبر شاشة التلفزيون المصري سيادة المحافظ مصطفى السعيد محافظ القاهرة. أهلا بك سيادة. أهلا أهلا وسهلا. نود أن نتعرف منك على مدى التنسيق بين محافظة القاهرة واللجنة الأولى للانتخابات للمشهد الذي رأيناه منذ الأمس من احتفال واستقرار في جميع لجان القاهرة. هو طبعا اللجنه الاولى للانتخابات هي المسؤوله عن اداره الانتخابات.
محافظة القاهرة دورها دور داعم لشغل العمل اللجنة العليا للانتخابات. احنا اللي بنوفر المقرات وبدائل منها، واحنا اللي بنوفر ايضا القوى البشرية المساندة للجنة العليا للانتخابات. ده ان احنا بنوفر الخدمات لسادة المواطنين اللي مسجلين في كل دائرة انتخابية، من ناحية بعض المواصلات، من ناحية ترتيبات الراحة في اللجان، توفير الفصول، توفير المية والكهرباء وكل الحاجات دي. احنا كمان لنا تنسيق اخر مع قوة تأمين محافظة القاهرة من القوات المسلحة اللي بتقوم بدور يعني محوري في تأمين الانتخابات، ولنا أيضا تنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن القاهرة اللي أيضا بتقوم بدور هام جدا في محافظة القاهرة. احنا منظومة واحدة فيها أربع جهات على تواصل مستمر، في غرف عمليات في محافظة القاهرة وأخرى في مديرية أمن القاهرة، وفي غرفة عمليات للقوات المسلحة في محافظة القاهرة، وهناك غرفة عمليات لجنة عليا للانتخابات، وهناك تواصل وهناك يعني وسائل سريعة جدا لتدارك أي موقف يتطلب اتخاذ قرار سريع. يعني بالأمس مثلا كان في عندنا قضية مرتبطة بأعداد كبيرة من الموجودين في دوائر الوافدين، وكان مخصص لمحافظة القاهرة 12 مقر مثلا لجنة، احنا النهاردة بقوا 22 لجنة، ومن المتوقع ان ده يقلل ازدحام الوافدين على المقر المخصصة للوافدين. غير كده الامور كلها والحمد لله جو كله جو احتفالي جميل. انا كان ليا اوجه كلمة اوجهها للمصريين اللي قدموا صوتهم عشان احييهم واقول لهم ان انتم بتسطروا تاريخ جديد لمصر، واوجه كلمه بقى للي لسه ما جاتلوش فرصه ان هو يدلي بصوته، واقول له ما تضيعش على نفسك فرصه ان انت تشترك مع كل المصري في كتابه تاريخ جديد لمصر، لان هذا اليوم سوف يسجل التاريخ لمصر. مصر تتعرض لهجمه كبيره جدا وتحاكم بها مؤامرات كبيره جدا وتلوى الحقائق وتصدر الى الخارج بشكل غير صحيح، والرد الوحيد على ذلك ان المواطنين ينزلوا ويقولوا رايهم ويظهروا العالم بنسبه المشاركه وبنسبه الاقرار للدستور عشان نؤسس لمرحله جديده للمستقبل ان شاء الله باذن الله. نعم سياده المحافظ، هل تلقت غرف العمليات بمحافظه القاهره اي شكاوى، اي خروقات، اي من تعطيل جماعه الاخوان المسلمين لبعض المسيرات التي حدثت بالامس؟ لا. احنا النهارده طبعا ما فيش اي بلاغات، بالامس كانت هناك احداث متفرقه هنا وهناك متوقعه وكانت تنتهي في لحظتها. فغير كده محافظه القاهره اعتقد العمليه امبارح كانت يعني نموذجيه بنسبه 99%، الحمد لله رب العالمين. هل يا فندم في اي شكاوى من بعض الموظفين الموجودين في اللجان لتعطيل اي من عمليه التصويت او الاستفتاء تلقتها محافظه القاهره؟ لم نتلقى اي حاجه بهذا الشكل والحمد لله، واحنا معظم الموجودين في اللجان الموظفين احنا يعني توسمنا فيهم كلهم الناس اللي عندها قدر من تحمل المسؤوليه. نعم رمضان رغبه في خدمه مصر في هذه المرحله. هل سالت لنا المحافظ عن الانباء التي تصيب بتوقف مترو الانفاق خط حلوان؟ زميلتي هذا ما سمعناه من سياده رمضان سياده اللواء مصطفى السعيد. نعم الى الان زميلتي هي اجواء احتفاليه خارج اللجان ولا اي ما يعكر صفو العمليه في توجه الى سياده القاهره. نعم يا رمضان اسال سياده المحافظ عن الاخبار او الانباء التي تفيد بتوقف خط مترو الانفاق خط حلوان نتيجه اعتصام اخوان الاخوان المسلمين على القضبان. نعم سياده المحافظ، سمعنا منذ قليل عن وجود اعتصام داخل مترو الانفاق لجماعه الاخوان المسلمين، هل مزيد من التفاصيل؟ لا انا يعني طبعا في المرور بقالي ساعه ونص في الشارع فاتحقق من المعلومه دي ونقول لكم عليها، يعني خمس دقائق نعرف حقيقه هذا الامر ونرد عليها.
نعم لا يوجد كما سمعنا بسيادة. سمعنا. طيب أتحول سريعا إلى دمياط ريم شوقي. ريم نعم.